حادثة دوار النابلسي تعيد الخلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الواجهة. فعلى الرغم من هذه الخلافات تواصل واشنطن توفير غطاء دبلوماسي لإسرائيل، وهو ما تجلى في موقفها في مجلس الأمن عند بحث حادثة النابلسي، لتبرر واشنطن ذلك بأنها لا تمتلك معلومات كاملة حول ما جرى. شبكة الـ NBC نيوز الأمريكية نقلت عن مصادر أمريكية قولها إن حالة من التشاؤم تتصاعد في البيت الأبيض بشأن الاتفاق الذي كان مرتقباً بين إسرائيل وحماس. كما ونقلت المصادر أن بايدن غير مستعد حالياً لتغيير كبير في سياسته تجاه إسرائيل، ومنها طبعاً وضع شروط على المساعدات العسكرية، إضافة لشكوك حول نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن حادثة النابلسي. نناقش هذه العلاقة بين الرجلين بايدن ونتنياهو في هذا الحوار الليلة مع ضيفينا من واشنطن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميري ستيت دكتور إحسان الخطيب، ومعي من القدس الدبلوماسي السابق مائير كوين. أهلا بكما معنا الليلة في هذا الحوار من غرفة الأخبار. دكتور إحسان الخطيب، انطلاقا من ما جرى بالأمس في دوار النابلسي وما تبعه من قرارات ومواقف أمريكية تحديدا من مجلس الأمن، كيف يمكن أن تصف لنا هذه العلاقة اليوم التي تربط ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي؟ تحياتي. يعني منذ البداية هناك دعم غير محدود، والقواعد اللعبة بالنسبة لبايدن ثلاثة: أولا دعم غير محدود لإسرائيل، دعم غير محدود. ثاني قاعدة من قواعد اللعبة بالنسبة لبايدن: لا ضغط على إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف، لا ضغط على إسرائيل، محاولة إقناع عن الصائح ربما ولكن لا ضغط. والمبدأ الثالث في هذه القواعد اللعبة بالنسبة لبايدن أنه كل الضحايا كل القتلى اللوم هو على حماس، لأن حماس هي قامت بالعملية في 7 أكتوبر، لذلك هي تتحمل النتائج. هذا المفهوم عند بايدن، وبايدن صهيوني يدعم إسرائيل بلا حدود، وهو يقارب الموضوع من هذه الزاوية منذ البداية. يعني 20,000 يعني الضحايا اليوم، 30,000 قتيل شهيد و 70,000 جريح، يعني 100,000 يعني مجموع السكان 1,200,000، هذا رقم رهيب يعني هائل. الدمار يعني يضاهي دمار دريسدن في الحرب العالمية الثانية، مع أنه لم يكن هناك قذائف صواريخ ذكية. هذا تدمير شامل، هذه إبادة، ولكن للأسف بايدن ما زال مستمر. ولنعرف يعني خف استعمال عدم اهتمام الحياة الفلسطينيين إطلاقا. أتصوري يعني تكلم الموضوع وهو يأكل آيس كريم، يتكلم عن الإبادة أنه هناك وقف إطلاق النار، وبعد هذه الجريمة في شمال غزة قال هذا يؤثر على مفاوضات وقف إطلاق النار. لا اهتمام إطلاقا لحياة الفلسطينيين للأسف. هلأ ونحن نتحدث الآن، هو على ما يبدو يصرح الرئيس بايدن، يتحدث عن الجانب الإنساني، يتحدث عن المساعدات التي تصل القطاع ويقول إنها غير كافية، ويؤكد على إنه الجانب الأمريكي سيسقط إمدادات إنسانية على قطاع غزة جوا. شو رأيك سيد مائير كوهين، هل يمكن لهذه المسألة أو للملف الإنساني اليوم أن يقف مشكلة بين الجانبين؟ لأنه طبعا نتنياهو لا يوافق على إسقاط هذه المساعدات في قطاع بات يسيطر عليه عسكريا تحديدا في الشمال. أولا المسألة هي بعد الحادث الذي وقع بالأمس يشكل أكبر ضغط على إسرائيل من أجل البحث عن رؤية جديدة واستراتيجية جديدة تؤمن وصول المساعدات الإنسانية، على أساس أن تكون هناك جهة مختصة للقيام بذلك. نتنياهو صحيح أنه وضع خطة لليوم الذي يلي، ولكنها خطة فارغة من المضمون ولا يوجد أي طرف، والفكرة بالاستعانة بالمحليين في قطاع غزة هي طبعا لم تثبت جدارتها، بدليل أن هذه الشاحنات التي وصلت عن طريق إسرائيل من كرم شالوم ودخلت وسط هذه الحشود الذين تهافتوا على هذه المساعدات الإنسانية من أجل الحصول عليها، وحدث ما حدث، وبالتالي لابد من أن تكون هناك جهة للقيام بذلك. وهنا بتتصادم وجهات النظر،
ورؤيه الرؤيه بين اسرائيل وبين نتنياهو وبين الاداره الامريكيه. الاداره الامريكيه وضعت رؤيه واضحه، وهي اولا ان تكون هناك سلطه فلسطينيه متجدده للقيام بذلك، ووضعت طبعا التصور فيما يتعلق بعد ذلك بحل الدولتين، ولكن هذا الأمر مرفوض ليس فقط من قبل نتنياهو ولكن من قبل غالبية الرأي العام الإسرائيلي. وجدنا ما الذي قام به البرلمان الإسرائيلي الكنيست برفض أي تدخل من الخارج بالنسبة لفرض سياسة على إسرائيل، في كفرض حل سياسي على إسرائيل. وبالتالي هنا يجب أن تكون هناك ملاقاة في وجهات النظر فيما يتعلق باليوم الذي يلي، ويجب أن يعني أن تكون هناك رؤية مشابهة، وليس نقول مطابقة، ولكن على الأقل أن تتلاقى مع الرؤية الأمريكية في اليوم الذي يلي. أين نحن اليوم من هذه الرؤية؟ قبل ما أذهب وأتحدث عن هذه الخلافات وأعددها لكما وللمشاهدين، وين نحن اليوم سيد كوهين من مرحلة أو من هذه الرؤية لمرحلة ما بعد الحرب؟ السؤال دي الرؤية هي لا للسيد كوهين بالنسبة للجانب الإسرائيلي. يعني الرؤية طبعا ليست واضحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وهذه نقطة الخلاف الرئيسية، لانعدام رؤية إسرائيلية واضحة المعالم فيما يتعلق باليوم الذي يلي. صحيح أن نتنياهو قدم صيغة لليوم الذي يلي، ولكن هذه الصيغة فارغة من المضمون ولم تضمن شكل واضح بالنسبة للجهة التي ستؤول إليها. أولا إسرائيل لن تتواجد في قطاع غزة وكذلك حماس، ومن أجل تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن تكون هناك هيئة تتولى هذا الأمر. حتى الآن هذه الجهة غير معروفة. الولايات المتحدة أعلنت عن جهة معينة وهي سلطة فلسطينية متجددة. طبعا فالمفروض الخلافات يعني الخلافات على ما يبدو يعني سيد كوهين، الخلافات لا تزال كثيره، يعني على تعدد الخلافات وتنوعها بين الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الاسرائيلي. هنا يستدعيني النقاش لاعدد ثلاثه من اكثر النقاط جدليه بشان غزه، في مقدمتها ضبابيه افق مستقبل قطاع غزة، هذه النقطة اللي كان يتحدث عنها هلأ السيد كوهين. نتنياهو يصر على سيطرة أمنية على غزة، وبايدن يصر على سلطة فلسطينية لإدارة القطاع، الأمر اللي رافضه نتنياهو تماما. أحدثها زمنيا أيضا العزم الإسرائيلي على دخول رفح وسط تحذير أمريكي من مقتل المزيد من المدنيين، وهذه مسألة على ما يبدو نتنياهو مستمر فيها حتى النهاية على الرغم من المخاوف الأمريكية. أكثرها عمقا لهذه الخلافات بيرتبط بتباين المواقف من مبدأ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي مسألة مؤخرا نستمع لإدارة بايدن تتحدث عنها بشكل كبير، فيما الجانب الإسرائيلي رافض لها تماما. دكتور إحسان الخطيب، هل يمكن إيجاد حلول لهذه النقاط الخلافية العميقة اليوم بين الجانبين؟ منذ البداية الإسرائيلي يكذب، الإسرائيلي يكذب لأنه لا يريد السلام، لا يريد دولة فلسطينية إطلاقا. نتنياهو منذ البداية، منذ بداية دخوله في السياسة شعاره لا دولة فلسطينية، حتى رابين لم يكن يريد دولة فلسطينية، اتفاق أوسلو ليس دولة فلسطينية في اتفاق أوسلو. فكل كلام عن الكلام هذا عن تغيير الموضوع، الموضوع الذي أمامنا اليوم الذي هو واضح وصريح هو أن هناك حرب إبادة في غزة، حرب إبادة، هذه إبادة أمامنا. محكمة العدل الدولية قالت هناك بلازم الكيس اللي في إبادة، هناك إبادة، فالمطلوب وقف الإبادة. لماذا هناك إبادة؟ هذه السياسة الإسرائيلية هي الحرب على صحيح، هي سياسة تشويه، هذا ليس صحيح. لا هو هلا ما بدنا يصير في خلاف حول هذه النقطة اليوم. ما يجري لا يمكن وصفه إلا بالإبادة، يعني حتى لو لم يعترف أحد به، يعني حتى الساعة. بس هون بدي أسألك دكتور إحسان، يعني في نقطة مهمة أيضا، الجانب الأمريكي كل ما نوصل على مكان يمكن إدانة فيه إسرائيل بنلاحظ إنه في تراجع. هذا ما حصل بمجلس الأمن، هذا ما حصل بالمحكمة الدولية.
عزيزتي، أمريكا ليست داعمة لإسرائيل، أمريكا شريكة في الإبادة. إذا هناك قضية ضد إسرائيل، هناك قضية ضد أمريكا في موضوع الإبادة. أمريكا شريكة تماما في الإبادة، وهي تعرف هناك إبادة. والإبادة المشكلة الكبيرة أن هناك تشويه للناس. تصوري نحن في هذا 2024 هناك تشويه كسياسة، هي سياسة الدولة الإسرائيلية التشويه. بس الرئيس بايدن، الرئيس بايدن بده يزيل كل عائق لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. هلا عم يتحدث المسؤول عن ذلك هي حركة حماس. المسؤول عن ذلك الأول ليش على عندك سيد كوهين؟ خلينا نتابع مع الدكتور إحسان، سأعود إليك. يعني لا بس توضيح الفكره. نعم. يعني هناك، يعني مصر هناك دوله جاره الكبيره مصر، هناك الاف الشاحنات لدخول المساعدات. الاسرائيلي يعرقل، هي سياسه الدوله الاسرائيليه عقاب الشعب الفلسطيني وتحميله ثمن ما فعلته حركه حماس. هذه السياسه منذ بدايه الحرب، هو قال كل شيء مغلق، هو وزير الدفاع قال ذلك، ليس مثلا واحد صحافي قال ذلك. هي سياسه الدوله تشويه هؤلاء الناس. يعني اضافه الى ذلك، ما حصل في شمال غزه هي الامر بالقانون الدولي اخلاقيا. إسرائيل مطلوب منها الأمن في شمال غزة لأن هي تمسك بالأرض، فبالقانون الدولي ما حصل أطلقوا النار على الناس هناك، يعني مسؤوليتهم ضبط الأمن هناك. هذه جريمة من الإسرائيلي. الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح. الإسرائيلي يريد التجويع هؤلاء الناس، يريد دفعهم لترك غزة لخلق نكبة جديدة. المصري يقول أنا أقدم كل ما تطلبونه مني، هناك شاحنات، آلاف الشاحنات. المشكلة ليست المساعدات، دخول المساعدات، الموضوع ليس لوجستي، الموضوع أن إسرائيل تعرقل، وكل الجماعات تقول ذلك. محكمة العدل الدولية قالت لا تفعلوا ذلك، ولكنهم يتجاهلوا. لماذا؟ لأن أمريكا معهم تماما، أمريكا لجانبهم. هلا إذا كانت الولايات المتحدة شريكة في كل ذلك سيد كوهين، هل يمكن لنتنياهو أن يخوض معركته وحربه في رفح حتى لو كان الجانب الأمريكي غير موافق عليها في هذه المرحلة تحديدا، يعني قبل خروج أو إخراج المدنيين منها؟ بداية إذا سمحت لي أن أرد عن هذه الإدعاءات الباطلة التي تتحدث عن مسؤولية إسرائيل بالإبادة الجماعية. المسؤول الأول والأخير من قام بفتح هذه الحرب على إسرائيل وشن هذه العمليات الشنعاء ضد الشعب الإسرائيلي وحدث ما حدث، المسؤول الأول والأخير عن الشعب الفلسطيني هو في قطاع غزة هو حركة حماس، الذين لم يوفروا له الأمن والأمان، بل قالوا إنهم يتبعون للأمم المتحدة وهم يلجؤون إلى المخابئ وإلى الأنفاق. وعندما سألتهم المذيعة قالت لهم وماذا بالنسبة للشعب الفلسطيني، فقال لهم أحد القادة الفلسطينيين في قطر معهم ربنا. فيعني هذه لكن بالطريقة سيد كوهين، بالطريقة التي ردت في فيها إسرائيل على أحداث 7 أكتوبر، هل يمكن لإسرائيل أن تتفادى سيناريو نعم. مشابه؟ نحن شاهدنا خلال الأشهر الماضية على حرب لم نشهدها، يعني أنا جيلي ما شهد هيك حرب. يعني اليوم نحن نخرج من حرب تأخذنا بتفكيرنا ويمكن طريقة تعاملنا مع خلينا نقول أطراف في المنطقة بشكل مختلف. يعني نمت عنا هذا الحقد يا سيد كوهين، هل بهذه الطريقة تحمي نفسها إسرائيل أو تحمي حدودها وأمنها؟ طبعا ما في شك، نحن لسنا ضد الشعب الفلسطيني. الذي ضد الشعب الفلسطيني هو قادة حماس، وبالتالي نرى أنهم كيف يسرقون المواد الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة ويبيعونها بأبهز الأسعار. الكيلو الرز ب 80 شيكل، يعني 25 دولار. حماس بتبيع هذه للشعب الفلسطيني، وهذه المواد تأتي من أجل منحها للشعب الفلسطيني دون مقابل. حماس بتأخذ هذه الأموال.
هذه مسألة، هذه مسألة ما فينا نغوص فيها الآن، لأنه صراحة ما عندي أي معلومات. من المسؤول عن ذلك؟ مرتبطة فيها. خلينا نعود لملفنا ولموضوعنا. أنا كنت أتحدث هنا إن يمكن، كان سؤالي الأساسي يا سيد كوهين أخذني بعيدا جدا. نعم. بالنسبة لرفح، نعم. هل يمكن لإسرائيل أن تخوض حربها في رفح، نعم. من دون ضوء أخضر أمريكي أو من دون موافقة أمريكية، إذا ما اعتبرنا أنه في شراكة بين الاثنين بحسب القراءة اللي تبعت معكما الليلة؟ ما في شك، ما في شك، ولذلك إسرائيل لن تقدم على أي خطة من قبل أن تطرحها، وكما فعلت ذلك مع مصر عندما توجه رئيس الأركان إلى القاهرة برفقة رئيس جهاز الأمن العام وطرحوا هذه الخطة على مصر، وبالتالي أيضا هذه الخطة ستطرح على الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن والأمان لهؤلاء الذين سيتم ترحيلهم من رفح إلى مناطق أخرى. ولذلك هذه الخطوة بتتم يعني بشكل متوازي مع الجانب الأمريكي. إسرائيل هناك خطوط حمراء بالنسبة لها. أولا إنهاء هذه الحرب بدون القضاء على حماس. ثانيا إقامة الدولة الفلسطينية الآن. هذه الخطوط الحمراء. من أهم الخطوط الحمراء اللي هلأ ذكرها السيد كوهين هي مسألة يمكن الدولة الفلسطينية الاعتراف بها، وعلى ما يبدو الجانب الأمريكي دكتور إحسان يركز عليها بشكل كبير في هذه المرحلة. هذه النقطة بالذات، هل اليوم اعتمادها أو استخدامها من قبل الإدارة الأمريكية لها أهداف لربما غير الأهداف المعلنة منها؟ يعني نحن نصدق أعيننا، يعني ما يتفضل به أي شخص بالأرض يتكلم عما يحدث في غزة شيء، ونحن نرى أمام أعيننا ما يحصل في غزة. يعني نحن ليس هناك تخمين مثلا وافتراضات، هناك أقوال من السياسيين الإسرائيليين والتي أخذت بها محكمة العدل الدولية، وإضافة إلى ما يحصل على الأرض. نحن نشاهد هذه إبادة نحضرها لايف، يعني مش أنه والله ناس مثل محرقة اليهود مثلا قال فلان وكتب فلان، ونحن نشاهدها لايف على التلفزيون. والإسرائيلي يقول أنا أجوع وهي سياستي، من البداية كان لا يريد إدخال أي ماء أو طعام ومساعدات. والضغط الأمريكي كان نتيجته إدخال شيء بسيط جدا جدا كي لا يكون هناك مجاعة. تصوري ضغط أمريكي يعني معنوي وليس ضغط حقيقي. يعني أنا أقول لا تضغط إسرائيل الضغط. فالطعام يستخدم كسلاح. يعني إذا نحن تخلينا عن الموضوع، ليس بالنسبة لي موضوع غزة حقيقة ليس موضوع سياسي أو ديني أو موضوع يعني هوية، هو موضوع إنساني. يعني لو كان بن غفير مثلا أولاده جائعين وهو جائع وذهب يأخذ الطعام وأطلق النار عليه وقتله، هذا غير مقبول، غير مقبول تجميع، يعني غير مقبول تجميع القطط. يعني لو قلت لي تجميع قطط في منطقة معينة وقتلت 20 قطة عندما ذهبوا لتناول الطعام أنا أغضب لذلك. فهذه نحن إذا تخلينا، لكن الترويج الأمريكي دكتور إحسان، حتى أعود للنقطة اللي طرحتها، الترويج الأمريكي لمبدأ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل ما يجري اليوم، من الجانب الأمريكي مش قادر يساعد بإدخال المساعدات، صحيح. مش بحل الدولة، نعم. المساعدات، صحيح. طيب صحيح. من أي منطلق اليوم يتم يمكن الإعلان أو يتم الترويج لهذه المسألة بين الحلفاء؟ يعني اليوم الأمريكان لما يزوروا الحليف في المنطقة يقولون لها أنه نحن ندعم هذا الطرح. طب على أي أساس؟ صحيح. ما هي مشكلة العرب، الدول العربية السعودية مصر كلها دول عربية على صفحة واحدة في هذا، على موقف ممتاز. هم يقولوا القانون الدولي، حقوق الإنسان. يا عمي أنتوا الغرب صرعتوا رؤوسنا تحكوا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. القانون الدولي وحقوق الإنسان بغزة إبادة، وأنتوا تتكلموا عن حل الدولتين بالهواء. يعني كما أنك أتكلم أنا أحب، يعني مثلا هذه مباراة مركات الجمال عندما تتكلم أحد المرشحات تقول أنا أريد السلام العالمي، هكذا يتكلم بايدن عن الدولتين. يعني كلام، نحن نريد برنامج. العرب يقول نحن نريد برنامج حقيقي لا كلام في الهواء. الحقيقة ما تواجهنا اليوم هو أن مطلوب وقف إطلاق النار في غزة. هناك إبادة في غزة، هناك آلاف الشاحنات لا تدخل إلى غزة بسبب إسرائيل تستخدم تشويه كسلاح. الأمريكي يذهب يبيع الأحلام والأوهام.
مطلوب وقف اطلاق النار، لان هناك اباده في غزه، هناك تشويه لهؤلاء الناس، هذا غير مقبول، هذا احراج حتى لحلفائهم العرب. يعني اليوم افضل ان يكون واحد ليس حليف عربي لامريكا، انه امريكا تفتح حلفائها، هذا لا يجوز. يعني انتم تتكلموا حقوق الانسان وعن القانون الدولي، هذا مناسب القانون الدولي. حتى اضافه الى ذلك استاذ شنطن، هناك قاضي في محكمه العدل الدوليه، هناك قاضي اسرائيلي في المحكمه، وهو واقف فقع على بيندين من بنود قرار المحكمه، هو قاضي اسرائيلي. فالموضوع ليس يعني مبهم وليجوز الوجهين مثلا، لا نعرف، هناك اباده في غزه، ومحكمه العدل الدوليه قالت ذلك. اغلبيه منظمات الاغاثه تقول نحن لا نقدر نوصل الاغاثه لهؤلاء الناس، لان الاسرائيلي يقصفنا، الاسرائيلي يقصف مراكز التوزيع، يقصف الشاحنات، ليس هناك مكان آمن في كل غزة، هذا غير مقبول. هلا سيد كوهين، خليني أسأل أخلاقي. سيد كوهين، إلى أي مدى الجانب الإسرائيلي اليوم مستفيد من هذه الأحلام والأوهام اللي نسمعها على لسان المسؤولين الأمريكيين؟ اليوم نتنياهو يستكمل خطته في قطاع غزة حتى النهاية، أليس كذلك؟ لا، هو بالنسبة لحل الدولتين هي جزء من السياسة الأمريكية، وكانت أيضا جزء من السياسة الإسرائيلية في بعد أوسلو. ولكن طبعا الجانب الفلسطيني رفض كل المحاولات التسوية، بما في ذلك اقتراح للإدارة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، الذي قام بإعداد خطة استغرقت هذه الخطة 7 سنوات لإقناع الجانب الفلسطيني للوصول إلى تسوية، ولكن أبو مازن رفض ذلك وتوجه إلى الأمم المتحدة. لكن بالنسبة لإسرائيل، مسألة حل الدولتين لا تتعلق بنتنياهو، هناك رفض من أغلبية الرأي العام الإسرائيلي، لذلك 80 عضوا في الكنيست صوتوا لرفض أي تدخل لفرض يعني ضغوط سياسية على إسرائيل فيما يتعلق بالتسوية. ومن هنا نجد أن الرأي العام الإسرائيلي يرفض تماما مسألة قيام دولة فلسطينية، والأسباب هي واضحة، لأن هناك شرخ عميق في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، بعدما اقترفت من جرائم لا يمكن الوثوق بالجانب الفلسطيني في هذا الإطار. ولذلك كل ما يحدث سواء على صعيد المساكن الذين يسكنون في الأماكن المتقمة لقطاع غزة لا يستطيعون الوصول إلى منازلهم، وهم لاجئين داخل إسرائيل، وهو الحال بالنسبة وهذا يشكل الشمالية وهذا أيضا. يشكل ضغط كبير أستاذ مهير على حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى الكثير طبعا من الضغوطات الأخرى الحالية. كان قد ذكر موقع ولا الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله بأنه تل أبيب أوضحت لمصر وقطر أنها لن تجري جولة جديدة من المحادثات قبل ما تقدم حماس قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء لديها. إلى أي مدى يمكن اعتبار اليوم هذا الطرح لربما عقبة جديدة في وجه هذه التهدئة اللي كنا نعتقد أنه اقتربت، وكان الحديث أنه ستتم قبل شهر رمضان؟ سيد كوهين، هل بهذا الطرح اليوم وبالورقة وبالشرط الجديد اللي تضعه إسرائيل يعني أنه التهدئة غير موجودة ولن تكون قريبة؟ نعم، لماذا الجانب الفلسطيني وحماس يريدون معرفة من الذين سيخرجون، وهم يفرضون ذلك، يفرضون الأسماء على إسرائيل ويطلبون بمروان البرغوثي مثلا؟ لماذا إسرائيل لا تريد أن تستعلم من هم الأحياء، من تبقى؟ أليس ذلك من حقها؟ ارتكبوا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية باختطاف هؤلاء، ما الذي فعلوه من داخل بيوتهم؟ وقاموا باغتصابهم، باغتصاب النساء بما في ذلك الرجال، هذه أمور إنسانية، ويطالبون إسرائيل بتقديم مساعدات إنسانية للجانب الفلسطيني. كيف يمكن تقديم مساعدات إنسانية؟ الشعب الإسرائيلي يرفض ذلك. عم بيتم عقاب الشعب الفلسطيني أجمع. ليس عقاب، هذا لا يمكن وصفه إلا كذلك. شو رأيك يا دكتور إحسان؟ هذا مش عقاب يا دكتور إحسان، لو سمحت سيد كوهين، استمعنا إلى رأيك. خلينا نسمع رد الدكتور إحسان قبل ما ينتهي. لا يتفضل الإسرائيلي على الفلسطيني، هذه مساعدة دولية. هؤلاء 70% من أهل غزة هم لاجئين،
هم الأونروا تعتني فيهم. إذا الإسرائيلي لا يريد الأونروا يعيدهم إلى بلدهم، لكن يعيدهم إلى قراهم ومدنهم. هؤلاء الناس هم مسؤولية المجتمع الدولي، هذا صحيح 100%. هم لاجئين وأبناء وأحفاد لاجئين. هناك مؤسسة دولية اسمها الأونروا تعني بهم. المساعدات لا تدخل من إسرائيلي، لا يتفضل الإسرائيلي على الفلسطيني بالطعام، هذه مساعدات دولية له الحق الفلسطيني اللاجئ فيها، وإسرائيل تمنع دخولها، وهذا اعتراف من الطرف الآخر أنه ذلك. وإضافة هناك موضوع آخر يا عمي، هناك عندما أي إنسان يدخل في عقد في علاقة من مفاوضات، إذا ليس هناك، إذا أنت تتعاملي مع شخص كذاب وشخص غير صادق، مشكلة كبيرة. الإسرائيلي غير جاد. رابين قال يتمنى غزة تخرق في البحر، رابين قال لا يريد دور فلسطين. بدأت أوصله بمئة ألف مستوطن، انتهينا بسبعمائة خمسين ألف مستوطن. في ماذا يحصل في الضفة الغربية؟ ماذا يحصل في القدس الشرقية؟ الضفة الغربية يشتم محمود عباس، الشريك لإسرائيل محمود عباس يشتم، يقال أنه عميل. ماذا تفعل إسرائيل؟ تهينه، تحرجه. مجلة الإيكونومست قالت إسرائيل تخنق الضفة الغربية اقتصاديا. يعني هذا الشريك الإسرائيلي كذاب، والأمريكي يغطي له بكذبه، وتستمر هذه دورة من دورة إلى دورة من هذا العنف. يعني على الأقل دكتور إحسان، هذا ما لازلنا نتابعه حتى الساعة، على أمل أن تتغير الأمور مع مرور الأيام وقريبا جدا. دكتور إحسان الخطيب، شكرا على المشاركة من واشنطن. يعني للأسف انتهى وقت هذا اللقاء، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميري ستيت، والشكر لمائير كوين دبلوماسي السابق من القدس.